اجمل الاستراحه. قد انفرخ قلبي لكنه براد فعلا. واضح احنا ما نشوف مناظر. لا راح تشوف نطلع جبل الحين جبل من فوق وتشوف. هذا مسجد المجاهدين يا جماعه. والله يا جماعه الماء ان قلت لكم بارد فانا ما وصفته صح. الماء ثالج ثالج صدق. كريمين هنا كان فرق بيننا وبين السرب في هرب. عجيب. هذا الطريق طريق هربي. لك الجمعة يمتلي من المصلين. يا ما شاء الله على الريح. إذن يوجد غسيل ملابس ويوجد مساج صحيح؟ نعم. أحتاج مساج 4 ساعات. سألت أورهان مدير فندق ملاك ريجنسي بالبوسنة والهرسك. قلت له لا صار حر هنا وين تروحون؟ قال أنا أوريك وين نروح. فوق الجبال. حساب الفندق. على حساب الفندق الغسيل. ابو ياسر كيف وضعكم؟ ابو انس كم الساعة؟ وانت ابو ابراهيم ايش وضعك؟ لا الامور طيبة. سلمت؟ اي والله. يا ساتر. والله فاجعني يا اخي مو على شكله. شوف يا جماعة الهدوء والسمت. صدمنا المدير صدمنا. الاستراحة.
محتاج فعلا الى استراحه. كيف الجو؟ كيف الجو؟ لقد انفضح قلبي لكنه براد فعلا. والله انا قردت روحي قلت له يا اخي لا صار حر وين تروحون؟ قال تعال اوريك. اي مناظر احنا ما نشوف مناظر. لا راح تشوف نطلع جبل الحين جبل فوق وتشوف صليب وكل تحت. خلونا هنا بس حلو يعني احنا ندور البراد. هذا مسجد المجاهدين ايام الحرب. والله يا المكان مرتفع وبارد على كيف كيفكم. ما شاء الله تبارك الله. شوف مدير الفندق حريص على الماء اللي هنا. يقول لازم تشربون من الماء الموجود هنا. الجيش البزدوي كان متمركز في هذا المكان وساووا هذا المسجد للصلاة. هذا الماء هنا. يا الله يا هو بارد. جاب وقت نغسل هالطين ونشرب. واضح المعفولين صدق. والله يا جماعة الماء إن قلت لكم بارد فأنا ما وصفته صح. الماء ثالج ثالج صدق. هذا معلوم جدا هذا مسجد مشهور جدا عند المسلمين البوسنيين. هنا قريب من سراوة جيش من سراوة كان هنا يسكن هنا كل حرب وسووا هذا مسجد اللي عندهم. عجيب فوق الجبال. نعم عجيب. هنا ما ابو بيوت قريب من هنا كان فرق بيننا وبين السرب في حرب. عجيب. هذا الطريق طريق حربي الذي اتينا معه. اول طريق في حرب بس هذا الطريق. نعم نعم عجيب. ما في بيوت هنا ولا شيء بس المسجد. يقولك الجمعة يمتلي من المصلين. يا ما شاء الله على الريح والنظافة. على طار النظافة يا جماعة يا كثر ما تكرر علي أن الشعب البوسني المسلم نظيف بما تعنيها الكلمة. بيوتهم نظافة شخصية نظيف بشكل عام. شوف قائمة الممنوعات في منطقة المسجد الخشبي. في أشياء صراحة أول مرة أشوفها. رهان لديكم فندق 5 نجوم اذا يوجد غسيل ملابس ويوجد مساج صحيح؟ نعم. احتاج مساج 4 ساعات على حساب الفندق. وصلنا مكان وإطلالة عجيبة. يا الله يا روعة الإطلالة من هنا. جبال إلى ما لا نهاية. لكن للأمانة يا جماعة ما تخيلت هالموقع هذا موجود هنا قريب من سراييفو. في قمة الاسترخاء. لن يعفيك ذلك عن المساج. الآن ما يحتاج. ما يحتاج مساج. مساج طبيعي. نعم. أكسجين نقي. كفو والله يا أروهان. هذا الثلج. يا حبيبي اطلب تجد عند هالرجال ما شاء الله عليه. ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا الحين تقريبا نهاية شهر 7 ما زالت الثلوج موجودة. ثابت. يا
سلام الحمد لله ما ف... لا 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 شكل مزحم ثقيل صراحة بادر عنها ما انت حمل يا فلق انا الحين هلا هلا بالانتعاش الاوروبي اي والله علمي بالثلج بعلقان منطقة تبوك ايوه البوسنة ولا تونس تونس ولا البوسنة لو عنده الحذاء كويس انا ما عندي حذاء حذائي رياضي والله مش البوسني راح العرب بين يديك يا ابو انس والله راح البوسني راح ما شاء الله لا اله الا الله يا حبيبي هذا ملعب ولا اله الا الله يلا روح والله الانحدار شديد ومع ذلك ابو انس باستخدام الحجارة مستمر عاش ابو انس عاش بنزحلق عليه والله لو اسويها ما شاء الله والله وصلت خلاص روح ما عليك منه روح عاش عاش ابو انس هذا سناب شات مش نتفليكس المشكلة ما عاد استطيع ان ارجع لا خلاص كمل كمل والله ما فيه رجوع لا رجوع صعب اسهل لك تكمل لا يا قرد بيصلح لك الطريق لا وران اقعد خلفك صخور لو طحت والله لا والله تغير الاسلوب يا ابو انس والله خفت والله حبيبي لا يثق بأحد أيوة عاش عاش بطل والله بطل والله بطل البطل التونسي يصعد الله شوف شو متفرقين أخوي أنا أحد راك وهذا أبو إبراهيم وأنا هنا وأحلى جولة في جبال وثلوج سراييفو وهذا المدير تحت ممتع الرجل صراحة بما تعنيه الكلمة يا الله شوفوا شلون جالس يذوب الثلج ما شاء الله عقب كم شهر ينزل من جديد يا رهان انه خطير انه خطير جدا لا انصح بذلك اروهان تعوذ من الشيطان يا اروهان محترم كثير ابراهيم اي والله خذ حقه والله خذ حقه مضبوط ترى هو لعبه ما هو خنقه بسم الله حران قليلا الا تريد بعض الثلج بعدما ارعبتنا في الغابة يا كل هالرحله يا جماعه بس سالت هالبوسني قلت لها منو صار عندكم حر وين تروحون قال تعال اوريك لا شاف الوع رنجل فندق ملاك الجنسي
فوق الطين احلاله وقلبه قلبه شو شو يا زين. يا سلام وقطع النار ما شاء الله يربط هو غرزنا لقد غرقنا Yeah.